النهاردة مشاركين في حملة اسمها Go Red for Women. الحملة دي حملة عالمية هدفها رفع التوعية عند الستات بخطورة مرض القلب. لو عاوزين نعرف أهمية الحملة دي نجاوب على سؤال: مين هو القاتل رقم واحد للسيدات؟ حقيقة الناس هتتفاجئ لو عرفنا أن هو مرض القلب مش سرطان الثدي. مرض القلب منتشر بطريقة كبيرة جدا في بلادنا. هدف الإيفنت ده حاسس ان هو رفع التوعية، عاوزين نزرع عند الناس ثقافة ان انت لا، من غير ما تكون بتشتكي تعالى اكشف قيس ضغطك قيس سكرك عشان تطمئن على نفسك. احنا هنا عاملين الايفنت ده عشان نعمل تشيك للسيدات على الضغط والسكر ونعمل لهم رسم قلب سيمبل كده، سيمبل اي سي جي، رسم قلب بسيط نقدر من خلاله نعرف اذا كان في امراض في القلب او في حاجه خطيره في القلب ولا لا. هنا الايفنت جوريت فور وومن، فالنصيحه اللي احب اقدمها للمصريين: مارسوا رياضه، انزلوا امشوا، مشوا كل يوم على الاقل نص ساعه، مشي رياضي اللي هو مشي بسرعه شويه كانكم مستعجلين كانكم وراكم مشوار لمده نص ساعه كل يوم. ده هيحسن الفانكشن بتاعه عضله القلب، هيحسن وظيفه عضله القلب، هيحسن وظيفه الدوره الدمويه كلها. دوري بيمثل ان انا هنا علشان نعمل فحوصات للمراه، يعني نعمل فحوصات للقلب والضغط، الناس اللي عندهم امراض القلب والضغط السكر. في نعمل توعية للسيدات، بنعمل لهم الفحوصات دي عندنا هنا علشان معظم السيدات بيكسلوا او ان هم يروحوا للدكتور، فاحنا ساعدناهم ان احنا نيجي لحد عندهم علشان نساعدهم نعرف ايه مشاكل اللي بتواجه السيدات. وفي اغلب السيدات بيبقى عندهم الامراض دي ما يعرفوش ان هم عندهم امراض السكر او الضغط. في كتير من العيانين بيقابلونا بيبقى عندهم سكر وما يعرفوش ان عندهم سكر، وده يمكن من اهميه الايفنتات اللي زي دي، ان هو العيان بيقدر يكتشف ان هو تشيك اب بيبقى مجاني، فهو عمره ما حلل سكر في حياته، ممكن يكون عنده بقاله 10 20 سنه وما يعرفش، بيبدا يحلل مجاني بيكتشف ان عنده سكر. يمكن ده من اكتر الحاجات اللي بنقابلها، ويليها الضغط. يعني من الناس كتير جدا ما بيبقاش عندها عارفه ان عندها ضغط، مجرد ما بتبدا هنا تقيس وتتابع تلاقي ان عندها ضغط ومحتاجه انها تاخد علاج. زي ما حضراتكم شفتوا التقرير الجميل، اليوم العالمي لصحة القلبية في النساء. دي كانت في الإسكندرية، الحضور كان حوالي 1000 ست. أهم سؤال قالوا إن الرجالة، ليه الستات بس؟ ليش مش الرجالة؟ فأنا أقول له على طول، أقول له لأن للأسف الستات مرض القلب منتشر فيهم بصورة كبيرة جداً. الست لما يجيها مرض القلب، مضاعفات أمراض القلب في الستات مضاعفات كبيرة جدا أكبر من الرجالة، وبصراحة المؤشرات مخيفة.